الناس وقفت معايا في يوم من الايام، محمد هنيدي لما وقف معايا في امير البحار وصمم عليا، دي لن انساها له. مش لازم تجيب كل حاجه يعني بالكميات الرهيبه، هات على قدك. كان بالنسبه لنا حاجه تسعدنا جدا، لان ما كناش متصورين النجاح اللي حصل ده. والحمد لله يعني ربنا عوض مجهودنا، لان تعبنا جدا. انا شخصيا كان بيضحكني اسلام ابراهيم بسبب الشخصيه الغلسه اللي هو عاملها دي. النجم الكبير محمد محمود، برحب بيك معايا. انا بالبدايه كده عايز اقول لك ان انت تميمه الحظ لاي يعني شاب بيعمل فيلم، انت دايما بتكون موجود معاه وبتساعده. ده شرف ليا وحاجه تسعدني جدا جدا، وانا فعلا لما بيتقال لي كده بحس ان انا الحمد لله ده واصل للناس. زي ما الناس وقفت معايا في يوم من الايام عشان الاقي نفسي موجود في وسط الكوكبه المحترمه الجميله دي، فانا لما بيجيبوني عشان اقف جنب شاب جديد دلوقتي لا تتصوري مدى سعادتي. لا، في بدايه شهرتي محمد هنيدي لما وقف معايا في امير البحار وصمم عليا في دور ميمس اللي انا عملته في امير البحار، دي لن انساها له اطلاقا يعني. ففي بدايه حياتي بقى كل الاساتذتي في اكاديميه الفنون، المخرجين اللي اشتغلت معاهم في المسرح سنين طويله، لحد ما ربنا اذن وبقت الناس عارفاني يعني. كلمني عن الفيلم بقى ومشاركتك فيه وشخصيه حضرتك. بعمل دور ابو احمد الفيشاوي، راجل مواطن بسيط زي غالبيه الاباء المصريين الموجودين في المجتمع في الحاره المصريه. يعني عندهم بقالة بسيطة كده وشايفين ظروف الناس الصعبة، فبيحلوا المشكلة دي بإن إيه؟ مش لازم تجيب كل حاجة يعني بالكميات الرهيبة وتزود المأساة، هات على قدك، هيبقى متاح ليك ولغيرك وعلى قد فلوسك وميزانيتك، والحقيقة هتمشي برضه. مش هنعقد الدنيا ونقول بقى الأسعار غالية، الأسعار مش الحاجة دي مش موجودة، ما إحنا اللي بنعمل ده. لما كلنا بنجيب الحاجات دي ونحتكرها في بيوتنا، وللأسف في ناس كتير بتعمل كده، فبتغلى اكتر وبتشح اكتر، ما بنلاقيهاش ونقول في ازمه ونحمل البلد المسؤوليه. لا، احنا اللي بنعمل ده. فليه؟ لو خدت على قد امكانياتك وقد احتياجاتك مش هتحصل اي مشكله. امبارح حضرتك برضو على اعلى نسبه مشاهده، وهو كان اعلى نسبه مشاهده في رمضان، شفت ردود الافعال؟ كان بالنسبه لنا حاجه تسعدنا جدا، لان ما كناش متصورين النجاح اللي حصل ده ورد الفعل الهائل عند الناس ده كلها. فالحمد لله يعني ربنا عوض مجهودنا، لان تعبنا جدا في المسلسل ده بجد يعني. اكتر حد كان بيضحكه في اللوكيشن؟ انا شخصيا كان بيضحكني اسلام ابراهيم بسبب الشخصيه الغلسه اللي هو عاملها دي، فكان بيضحكني جدا.